محور موسكو طهران قوي منذ مدت إيران روسيا بطائراتها المسيرة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن السؤال الذي يبحث الغرب عن إجابة له: ما هو المقابل الذي ستدفعه روسيا لإيران؟ معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى نشر دراسة أكد فيها إمكانية وجود شراكة دفاعية وتكنولوجية شاملة بين موسكو وطهران، وفيها تزود روسيا إيران بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وطائرات هليكوبتر، فضلاً عن مساعدات بحرية في المجالات العسكرية. بل توقعت الدراسة أن تسلم موسكو منظومة الدفاع الصاروخي S-400 لطهران لتعزيز الدفاعات الجوية الإيرانية والتصدي لأي ضربات إسرائيلية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، كما أن التسليم المحتمل ل24 طائرة SU-35 من شأنه أن يقوي موقف إيران في مواجهة أي تهديدات جوية. لكن معهد واشنطن للسياسات أشار أيضاً إلى أن هذا التعاون الروسي الإيراني قد يمتد للمجالات النووية، سيما بعدما دعمت موسكو طهران دبلوماسياً أكثر من مرة، سواء أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو داخل مجلس الأمن. وهنا تقول الدراسة إن روسيا يمكن أن تسهم مستقبلاً في مساعي إيران النووية من خلال توفير التكنولوجيا والمعرفة، لأن روسيا قامت بالفعل ببناء مفاعل بوشهر، وتمد إيران بالوقود اللازم لتشغيله، وتقوم ببناء مفاعلين إضافيين لها. وفي الختام تساءلت الدراسة عن التحرك الأمريكي المحتمل لمواجهة هذا التحالف بين روسيا وإيران الخصمين لها منذ عقود، بل أصدرت الدراسة حزمة من التوصيات، فدعونا نتعرف عليها سويا.